اشتقاقاتنا خلينا نرحب بالاستاذ عبد المحسن سلامه رئيس مجلس اداره الاهرام. مساء الخير يا فندم. اهلا بيك. اهلا بيك. مهمة جدا ان احنا نتكلم عن هذا المعرض اللي دورته دلوقتي بنتكلم في دورته العشرين. مهم اعرف من حضرتك التفاصيل الخاصة بالسنة دي وما يميزه برضو لان احنا شايفين تغييرات وشايفين اقبال برضو كبير جدا من يوم الافتتاح. الحقيقة النهاردة معرض شديد التميز، معمول حلو قوي، مبذول فيه جهد كبير ومعمول على اعلى مستوى، يعني بيواكب التطور في صناعة العقار في مصر. الأهرام لها باع طويل في مسألة تنظيم العقارات، بقى لها فترة طويلة جدا يعني، واحنا ما بنعملش حقيقة المعارض ديت في مصر بس، احنا بنعمل بره مصر وجوه مصر. صحيح. يعني عملنا في دبي وعملنا في لندن، المحطة الجاية لينا ابو ظبي، المحطة اللي بعديها السعودية، بنتكلم عشان نروح اليابان، بنتكلم عشان نروح افريقيا، فشغالين الحقيقة في المجالات دي لانك انت عندك باقة كبيرة جدا من العقارات في مصر، باقة تساعدك على انك تشتغلي فيها. انت عندك مدن شاطئيه وعندك مدن صيفيه وعندك مدن شتويه، عندك 14 مدينه جديده بيقاموا لاول مره دفعه واحده، يعني في الثلاث سنين الاخاره 14 مدينه جديده تقام لاول مره دفعه واحده. عندنا برضو العاصمه الاداريه الجديده، عندنا امبارح شفنا مجلس الوزراء بينعقد في العالمين، عندنا دلوقتي عاصمتين. احنا رجعنا لما كان عندنا الاسكندريه والقاهره، دلوقتي بقى عندنا العالمين والعاصمه الاداريه الجديده. فكره ودي مهمه في ايه بقى؟ فانك انت حتى في ازمه كبيره جدا احنا كنا بنعاني منها، احنا كنا عايشين على ما يقرب من 7% من مساحه مصر. الحكومه بتخطط ان احنا نوصل ل 14% من مساحه مصر، لان ده توزيع عادل للسكان عشان التكدس والازدحام. واتمنى ان احنا نوصل ل 20 وال 25 وال 30 والاكثر من كده كمان، لان انت كل ما بتعملي بتتوسعي معناها انك بتعملي مصانع جديده، معناها انك بتعملي مزارع جديده، معناها انك بتعملي تجاره، معناها انك بتعملي عقار، بتنقلي المجتمع، بتحركي المجتمع، لان ما فيش حاجه اسمها بيت وبس. لا، ما هو البيت عايز محل وعايز خدمات وعايز مدارس وعايز مستشفيات وعايز مصانع وعايز مزارع بالقرب منه عشان الناس تشتغل، وبالتالي بتعملي حركه كبيره جدا في المجتمع. ده مهم جدا اللي بيحصل. عايز اسال حضرتك سؤال صريح، ازاي بتقيم نجاح المعرض بعد انتهائه كل سنه؟ يعني بمدى بحجم الاقبال. يعني انا النهارده لما اجي اعمل المعرض ده وهتلاقي اقبال ولا بيع يا فندم؟ لا، ما هو بصي حضرتك، لو انا مش المعرض مش ناجح الشركات مش هتجيلي. صحيح. ولو جات لي السنه دي مش هتيجي السنه الجايه. كون ان انا ده معرض دائم وعندي وكل سنه بعمله وبيبقى عليه اقبال، السنة اللي فاتت مثلا بيبقى عندي 40 شركة، السنة دي 50 شركة، السنة جاية، ده معناها ان في نجاح وان في بيع عالي، وبالتالي الشركات، لان ما حدش بيجاملك، وان جاملك مرة مش هيجاملك مرة تانية، يعني لو جه هيجي اجاملك مرة ممكن، لكن مش هيجاملك مرة تانية. نجاح المعرض بيكون في الداخل اعلى ولا في الخارج لما بيحصل في اي دولة اخرى؟ الاثنين الحقيقة، لان كل حاجة، ما هو حتى هنا، ما ممكن هنا برضو تتلاقي مواطن مصري مقيم في الامارات جاي يشتري، مواطن مصري مقيم في السعوديه جاي يشتري، فبالتالي مش مرتبطه المرتبطه بفكره كل حاجه لها حاجه. يعني في دبي الحقيقه حققنا نجاح كبير جدا، في دبي، في لندن حققنا نجاح كبير جدا، المعارض اللي احنا بنعملها في القاهره بتحقق نجاح كبير على حسب كل ظروف. يعني بشكرك يا فندم وكل التوفيق. شكرا ليك.